سلام عليكم. هنشوف حاجة جديدة في السلكت، وتقريبا دي آخر حاجة. فكرتها ان انت بتعين قيمة او بتحرم قيمة من اختيارها. بداية لو انا عندي قيمة عايزها تكون هي الافتراضية، فبالتالي هنا في عندي اتريبيوت جديد ممكن اشتغل بيه اسمه selected. لو حطيته بالطريقة دي او جيت قلت equal selected او yes هيشتغل معنا. هنعمل refresh نبص مع بعض نلاقي اول قيمة تم اختيارها هي list 1. طيب لو انا عندي القيمة اللي تحت عايزها او القيمة ديت، خلينا نقول 2 مثلا، نخلي القيمة دي هي اللي فعلا تكون افتراضية. هاجي اعمل refresh، لاحظ بقت هي الافتراضية. خلي بالك yes وselected او فقط الاتريبيوت سيلكت في الحالات الثلاثه بيشتغلوا. اوكي طيب في حاجه كمان، انا عندي قيمه مش عايز حد يتم اختيارها من القائمه، مش عايز حد يقدر يختارها، فقط يختار ما بين 1 و3 او قيمه معينه يتم الحجب ليها. فهنا بيجي قيمه او اتريبيوت اسمه disable، ده برضو اما بيكون yes او disable. فبالتالي لو رحت عملت ريفرش افتح القائمه، هاجي هنا بص مش هقدر اختار القيمه رقم 2 لكن اقدر اختار القيمه الثانيه، فبتتحول الليست 2 الى disabled. دي كانت فكره السيلكت. اشوفكم على خير، سلام عليكم.